لا تفكر إني مبسوطة وأنا شايفتك بهالحالة. بس مين يلي قالك تعمل هيك معي؟ من الأول كان فيك تسجل البيت باسمي، بس أنت حابب تلعب دور البطل. وفوق هيك رحت هجمت على بيت وهاج. هلأ بدي شوف كيف حتطلع من هالحالة الصعبة. إذا ما خليتك تموت على البطيء وشوي شوي ما بيكون اسمي جازمة. دكتور تعال شوف، هلأ حسام فتح عيونه، أنا شفته بعيني. شفتي يا شازمة؟ هاد بسبب حبه الحقيقي لمرته، من لما سمع صوتك بجنبه صحي من الغيبوبة فوراً وفتح عيونه لحتى يشوفك. سبحان الله سبحان الله، بنتي حبيبتي. الحمد لله والشكر يا رب. المريض صحي من الغيبوبة بس شو؟ يبدو أنه انصاب بشلل بالجسم، ما رح يقدر يمشي أو حتى يحكي أبداً، ولا يستخدم جسمه لفترة قصيرة من الزمن. طيب دكتور لإمتى رح يضل هيك؟ ما فينا نحكي شيء قبل ما يمر شوية وقت، 6 شهور أو سنة أو 2 أو حتى أكثر، هذا بيعتمد على الاعتناء فيه. لازم تبعدوه عن التوتر وتديروا بالكن عليه منيح، وقتها ممكن يطلع من هالصدمة عن قريب. ومن هلأ رح نبلش بجلسات العلاج الطبيعي، لهيك نحن رح نعيله مرافقة تبقى معه طول الوقت وبتدير بالها عليه.